القنصلية البرازيلية تنشر معلومات حول الحصول على الفيزا الإنسانية للسوريين الذين يحملون كملك في تركيا. يعني إذا كنت تحمل كملك باستطاعتك التقديم للحصول على هذه الفيزا. يعني أغلب الناس عم تقدم على هذه الفيزا، تطلع على البرازيل ومن البرازيل تطلع على فرنسا. هذا الفيديو إذا خاص بالسفر أو بالحصول على فيزا إنسانية إلى البرازيل. إذا كنت مهتم بهذا الموضوع فتابع الفيديو حتى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو. إذا كنتوا عم تشاهدونا للمرة الأولى نرجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس تصلكم جميع أخبار العاجلة في تركيا طبعا التي تهم السوريين. القنصلية البرازيلية تنشر معلومات حول الحصول على الفيزا الإنسانية إلى البرازيل للسوريين المقيمين في تركيا والذين يحملون الكملك يستطيعون التقديم على هذه الفيزا، حيث قالت إذا كنتم متضررين من النزاع المسلح في سوريا يمكنكم الطلب للحصول على تأشيرة الإنسانية إلى البرازيل، فيرجع الدخول إلى الرابط التالي. طبعا رابط التقديم راح نحط لكم إياه بأول تعليق مثبت، ولكن هناك بعض الملاحظات قبل الدخول إلى هذا الرابط. يجب أن تكونوا على دراية بالأمور التالية. نحيطكم علما بأن الحكومة البرازيلية لا تتكفل بتكاليف تذاكر الطيران أو المسكن في البرازيل، يعني كل شيء تقريبا راح يكون على حسابك، وبالتالي يجب أن تكونوا على استعداد لتغطية كافة تكاليف السفر الخاصة بكم وبعائلاتكم. طلب الحصول على موعد للمقابلة يتم حصرا عن طريق نظام المواعيد الإلكتروني إيكوسولار، يعني بدك تأخذ موعد حصرا. بعد استكمال ملء استمارة التأشيرة الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة على حسابكم الشخصي على نظام المواعيد الإلكتروني لإيكوسولار، سيتم معالجة الطلبات حسب نظام الدور، ويتم التصريح لإمكان حجز موعد المقابلة بأنفسكم من خلال حسابكم على نظام الإيكوسولار. تتخذ سلطات الهجرة في البرازيل القرار النهائي بشأن منح التأشيرة أو عدمه، وقد يستغرق استلام الإجابة من شهر إلى 6 أشهر. سيتم إرسال النتيجة عبر البريد الإلكتروني في حال تمت الموافقة على طلب التأشيرة، فلديكم ما يقارب 6 أشهر لاستلام التأشيرة والسفر. قبل حجز موعد لاستلام التأشيرة يجب إرسال إثبات حجز الرحلة إلى عنوان البريد الإلكتروني أدناه، كما رح نحط لكم إياه بالتعليق الأول المسبب. لجميع الاستفسارات العاجلة فقط يرجى التواصل معنا كمان من خلال الرابط، راح احط لكم كمان الرابط بصندوق الوصف وراح احطهم باول تعليق مثبت. يجب التسجيل في اقرب قسم للشرطة، هي بعد الوصول الى البرازيل، بعد ما يمشي حالك تاخذ الموافقة وتتجه الى البرازيل، يجب التسجيل في اقرب قسم للشرطة الفيدرالية خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ الوصول. يحق لجميع اللاجئين الحصول على اذن عمل الذي يعتبر تصريحا قانونيا للعمل بشكل قانوني في البرازيل. ومن اجل معلومات اكثر تقريبا راح احط لكم كل التعليق الرابط بالتعليق الاول وبصندوق الوصف. مشاهدينا الكرام، السوريين غالبيتهم اللي بدهم يطلعوا على البرازيل فيهم يطلعوا على فرنسا، ولكن بدك يكون عندك حد بالبرازيل تحسن تتنور منه عن طبيعة العمل في البرازيل وعن طبيعة الحياة بالبرازيل اللي ناوي يستقر بالبرازيل. واللي بده يطلع على فرنسا كمان لازم يكون عنده حد بفرنسا، لأنه في جزيرة قريبة كثير من البرازيل، جزيرة فرنسية بإمكانه يعني الدخول إليها سهل كما قيل، فيك تدخل على الجزيرة ومنها تنتقل إلى العيش في فرنسا. هذا كان أهم ما لدينا بهذا الفيديو. أترككم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.